مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال: اشتداد الأمطار هذه الليلة، وأيضا تركز الأمطار شرق المملكة غدا، والطقس بوجه عام طقس بارد ودرجات الحرارة أقل من المعدل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أما صور الأقمار الصناعية فنلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم فوق السعودية وفوق المملكة وشمال مصر. معظم هذه الغيوم من النوع الماطر وتسبب زخات رعدية من المطر أحيانا. أما صور الأمطار فنلاحظ وجود كميات كبيرة من الأمطار ستتركز في المناطق الجنوبية والشرقية، ثم تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى والشمالية، وأيضا أثناء الليل تشتد الأمطار غزارة وتكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، مما يؤدي ذلك إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأودية والأماكن المنخفضة. بعد منتصف الليل يتركز أو شدة الهطول تتركز في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمناطق الشمالية الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية ومناطق الحدود ما بين الأردن والعراق، تشهد زخات رعدية من المطر، أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه، وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية، أيضا يصاحبها بعض زخات من الثلج لفترة محدودة في المناطق الحدودية ما بين الأردن والعراق. وغدا الأربعاء يقتصر الهطول على المناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الوسطى والشرقية، لكن يبقى في المناطق الشرقية أكثر شدة وأيضا في المناطق الشمالية من المملكة، وبتستمر هطول الأمطار يوم الأربعاء ظهرا ومساء وأيضا ليلا وحتى تقريبا يوم الخميس صباحا، لكن يوم الأربعاء من المساء تخف شدة الهطول، تضعف الهطولات تدريجيا وأيضا تضعف سرعة الرياح، ويوم الأربعاء تتحول الرياح إلى غربية رطبة، وهذا يزيد أو يقلل من الشعور بالبرودة اللي ساد خلال الأيام القليلة الماضية. أما درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة غائمة ماطرة، زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأيضا تكون غزيرة مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه أحيانا. وأيضا الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة: يوم غد الأربعاء أجواء باردة غائمة ماطرة على فترات، لكن زي ما حكينا شدة الأمطار تكون مساء هذا اليوم وهذه الليلة وصباح يوم الأربعاء، ثم تدريجيا مع تحرك النظام الجوي شرقا بيكون تركيزها على المناطق الشرقية أكثر، لكن يوم الأربعاء تضعف الهطولات تدريجيا مع بقاء الأجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات. العظمى المتوقعة 9 والصغرى 6 درجات. الأربعاء مساء ويوم الخميس تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا، بحيث تكون يوم الخميس الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، وأيضا تضعف فرصة هطول الأمطار وارتفاع قليل على الحرارة، ممكن توصل العظمى بحدود ما بين 10 إلى 11 درجة، يعني بتكون ما بين 9 إلى 11، والصغرى بحدود 7 درجات مئوية. أيضا بنحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية هذه الليلة وفي الليالي القادمة من تشكل الضباب بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. يوم الجمعة أيضا أجواء مستقرة ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أيضا بتكون العظمى ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية،
والصغرى بتكون بحدود 8 درجات. أيضا ليالي ليلة الأربعاء على الخميس وخميس على الجمعة بتكون ليالي رطبة، وأيضا يتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب وبسبب زيادة الرطوبة في الأجواء. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية: غدا أجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات، الأمطار تكون غزيرة أحيانا زي ما حكينا، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. إربد 16-11، عجلون 13-9، جرش 14-9، المفرق 12 إلى 6 درجات مئوية. أما المناطق الوسطى أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات، البلقاء 10-8، مأدبة 9-6، البحر الميت 18-14، عمان 9 ما بين 9 إلى 10 درجات، العظمى والصغرى 6 درجات، والزرقاء 12 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الجنوبية، مناطق الجنوبية تبقى فرصة هطول لكن تضعف بشكل واضح عما كانت عليه نهار هذا اليوم وهذه الليلة. غدا تضعف الهطولات لكن تبقى الأجواء باردة غائمة ماطرة وأمطار متفرقة خفيفة بين الحين والآخر. الكرك 7 إلى العظمى 7 والصغرى 7، الطفيلة 7 والصغرى 6، الشراه 5 والصغرى 4، العقبة 19-11، ومعان 9. أيضا نلاحظ هنا درجات الحرارة ما بين العظمى والصغرى متقاربة والأجواء رطبة، وأيضا هنا يتشكل الضباب ويتدنى مدى الرؤية الأفقية أيضا في المناطق الجنوبية والمرتفعات الجنوبية. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر. المناطق الشرقية أجواء باردة غائمة ماطرة، الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في فترة صباح يوم الأربعاء وحتى ظهر الأربعاء، غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى تشكل السيول وجريان المياه وارتفاع منسوب المياه في كثير من الأماكن. أيضا يخشى من حدوث بعض الزخات الثلجية لفترات محدودة في المناطق الحدودية ما بين الأردن والعراق، وهذه لفترة محدودة، والأجواء باردة وغائمة وماطرة. الرويش 9-3، الصفاوي 11-6، والأزرق 12-6 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نتمنى للجميع السلامة وإلى اللقاء. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.